وينضم إلينا للمزيد من التفاصيل مراسلنا محمد الحمراوي. محمد، وكأنه اليوم الجدول الأعمال مليء وحافل بالموضوعات، ضعنا في الكواليس محمد. نعم داليا، بالفعل هناك العديد من الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة 52 بعد 100، لكن هناك بالطبع بعض الموضوعات التي لها خصوصية ولها اهتمام أكبر على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، أهمها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، سواء ما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية أو قضايا وملفات اللاجئين والاستيطان، وكذلك ما يتعلق بملف الأونروا ودعم الدول العربية للأونروا وتجديد التفويض للوكالة لمزيد من الدعم للاجئين الفلسطينيين. هناك أيضا ما يتعلق بالملف الخاص بالتدخلات الإيرانية الذي يعني يطرح نفسه بقوة على أجندة هذا الاجتماع، كما جاء في اجتماعات المندوبين على مدار يومين ماضيين. هناك مشروع قرار تم طرحه ومن المقرر أن يتم التصويت عليها اليوم لإدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة، وكذلك ما يتعلق بأمن الملاحة. هل عرفت تفاصيله محمد؟ في هذه الأثناء وقبل يعني هذا القرار يتعلق بإدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة والعمل على يعني بلورة رؤية موحدة واستراتيجية عربية للتعامل مع دول الجوار، وكذلك التصدي لمحاولات إيران للتدخل في شؤون الدول العربية، لا سيما ما يتعلق بتهديد أمن الخليج والأمن المائي وأمن الملاحة في الخليج العربي. وبالتالي الأزمة مع إيران لها أهمية كبيرة ولها خصوصية كبيرة على اجتماع وزراء الخارجية العرب. هناك في هذه الأثناء اجتماع يعقد برئاسة الأمين العام للجامعة العربية ودولة الإمارات للجنة المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. هناك أيضا الملف الخاص اللجنة الرباعية محمد تقصد التركية والانتهاكات التركية. نعم، اللجنة الرباعية المنعقدة بالأمين العام للجامعة العربية ومصر والإمارات والسعودية والبحرين، هذه اللجنة التي تبحث التدخلات الإيرانية في المنطقة وتبحث التصدي للتدخلات الإيرانية. هناك اليوم أيضا حضور لرئيس البرلمان العربي الذي أشار إلى عمل البرلمان بالتنسيق مع وزراء الخارجية العرب اليوم على إعداد استراتيجية للتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وبالتالي هذا الملف له اهتمام خاص على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى جانب الملف المتعلق بالقضية الفلسطينية. هناك أيضا التدخلات والانتهاكات التركية للسيادة العراقية، وأيضا ملف اليوم مطروح ربما للمرة الأولى يتعلق بالأزمة مع قطر بعد أن طلبت قطر طرح هذا الملف على اجتماع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعات المندوبين، وجاء في ذلك الأمر طلب من جانب دولة البحرين بأن يتم بحث الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها القنوات الإعلامية دولة قطر، وأن يتم هناك اليوم تصويت على مشروع قرار يدين تلك الانتهاكات التي تقوم بها قطر وخاصة القنوات الإعلامية التابعة لها، وبالتالي مشروع القرار الخاص بإيران وأيضا المشروع القرار الخاص بالقنوات الإعلامية القطرية اليوم مطروح بقوة على أجندة هذا الاجتماع في انتظار وجود تصويت عليه، خاصة وأنه كان هناك إجماع على تلك المشروعات القرارات خلال اجتماعات. نعم محمد، يبدو يبدو جدول الأعمال حافل اليوم بالقضايا والموضوعات المهمة، سنبقي عينا بطبيعة الحال على كل مجريات اجتماع وزراء الخارجية العرب. شكرا جزيلا محمد الحمراوي من داخل الجامعة العربية بالقاهرة.